السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا شنو قال الاعلام العربي حول فوز نادي الرجاء البيضاوي بالبطوله المغربيه بدون اي هزيمه وبمعدل ديال النقاط لاول مره في تاريخ البطوله الوطنيه. خليكم مع الفيديو كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلينا الراي ديالكم في التعليقات. بعد موسم استثنائي مشابه لموسم البريمير ليج، توج الرجاء البيضاوي بطلا بالدوري المغربي للمره الثالثه عشر في تاريخه، بعد ان ختم على موسمه المثالي بافضل طريقه بفوزه على مضيفه مولوديه وجده بثلاثيه نظيفه ضمن الجولة الأخيرة والحاسمة للصراع. اختتم الرجاء موسمه اللامع من دون أي هزيمة وب 21 فوزا، إضافة لرصيد قياسي من النقاط. تمكن الرجاء الذي عاد من بعيد من التفوق بنقطة وحيدة على الجيش الملكي الذي استسلم في آخر جولة رغم فوزه الآخر على الفتح الرياضي. انتهى إذن موسم طويل وشاق ومثير للدوري المغربي بعنوان الرجاء بطلا للمرة الثالثة عشرة والجيش يكتفي بالوصافة. فريق الرجاء يثرب زوق، تدخل حكم كان الخطأ، خطأ لفائدة فريق الرجاء، والحكم حمزة الفريق يعلن على نهاية اللقاء. لمناقشة موضوع الدوري المغربي وجولة الحسم وتتويج الرجاء ينضم إلينا من الرباط الصحفي والناقد الرياضي منعم بالمقدم. منعم، أهلا بك في هجمة مرتدة. لقب 13 للرجاء بعد موسم استثنائي شاق وممتع ومثير، كيف رأيت موسم الرجاء؟ مرحبا زميلي الفاضل وتحية إلى كل المشاهدين الكرام. كما أسلفتم في تقريركم، كان موسما شاقا ماراثونيا متعبا للجميع، موسم فيه الكثير من الاستثناءات منها غلق الملاعب، والرجاء اليوم يتحصل على درع الدوري بحزمة أرقام قياسية. ما حدث في ملعب وجدة اليوم قلتم في تقريركم بأنه يشبه البريمير ليج، البعض يشبه بما حدث في البونس ليغا، على اعتبار أن الرجاء الريادي يدربه مدرب ألماني جوزيف زيمباور ويحقق اللقب على طريقة باير ليفركوزن الألماني. الرجاء لأول مرة في تاريخ الدوري المغربي ينهي المطاف دون خسارة، وهذا لم يحدث في السابق. 30 مباراة دون خسارة، يعني أرقام جد متميزة. أول نادي يتجاوز سقف 70 نقطة، وأول نادي يتوج ويلعب جميع المباريات خارج أرضه، على اعتبار أن ملعب أستاد محمد الخامس كان مغلقا للصيانة. حزمة أرقام الرجاء لم تتوقف عند هذا الحد، استعاد لقب الهداف كأول جزائري أيضا يتحصل عليه يسري بوزوق بعدما كان محسن ياجور 2018-2017 آخر من تحصل على هذا الرقم. جميل. اليوم زميلي الفضيل الدوري المغربي يسدل سيطرته بأفراح رجوية في وجدة على أنقاض مآسي وأحزان الوجديين الذين هبطوا للدوري الثاني. كان يكفيهم التعادل أمام الرجاء ليتوجوا، لكن التعادل كان سيفقد الرجاء الدرع، وهذه أمور تحدث في دوري قلت فيه تقلبات، فيه مطبات، فيه مستوى متذبذب، باستثناء أقولها وأضع سطرين، باستثناء الرجاء والجيش. اليوم هناك مفارقة لم تحدث في تاريخ الدوري المغربي أستاذي الفاضل، وهي أن الجيش الملكي بأكبر عدد من انتصارات أكثر من الرجاء وأقوى خط هجوم في تاريخ البطولة، 66 هدفا لم يتحصل عليها أي نادي رغم الفترات السابقة التي كان في 20 ناديا، ومع ذلك لم يتوج الجيش رغم تخطي عتبة 70 نقطة. جميل. ذلك كنا بصدد موسم متحور، موسم كما ذكرنا موسمها مختلف وغريب الأطوار كما ذكرت للرجاء من حيث النقاط ورغم المعوقات ورغم يعني المطبات الكثيرة لفريق الرجاء ومن دون رئيسه، كيف تمكن المكتب المسير من تجاوز كل هذه المشاكل؟ هو هذا يمكن إضافة هذا المستجد لخانة الأشياء التي حدثت استثناء. لأول مرة نادي بالدوري المغربي يتوج رئيسه خارج أرض الوطن أو خارج المغرب منذ 6 أشهر، يقول بأنه للتعافي أو لقضاء فترة نقاهة، ولكن كان دائما حضوره دائما في منصات التواصل خلال المباريات قبلها أثناءها وبعدها. يعني فور صافرة النهاية أطل رئيس الرجاء محمد بودريقة ليبلغ الجماهير وما يقولون شعب الرجاء، كتب لهم بالدارجة المغربية هذا جهدي عليكم، يعني قال لهم لقد وعدت وأوفيت بالعهد، لأنه طيلة المسار كان يتعهد بأنه سيتوج بهذا اللقب رغم أنه احتل الصدارة في الدورة ما قبل الأخيرة. أيضا كان هناك حضور لمجلس إدارة الرجاء نائب الرئيس ومسؤوله. هذا الموسم قلت لك زميلنا الفاضل حمل مجموعة من المعطيات الاستثنائية حتى داخل الرجاء، لأنه مع بداية الموسم هذا المدرب الألماني جوزيف زيمباور 30 مباراة في الدوري و 38 مباراة في المجموع، لم يخسر منذ آخر 5 جولات من الموسم المنصرم، 3 مباريات في كأس العرش و 30 مباراة في الدوري المغربي، بمعنى أنه كان رأسه مطلوبا بداية الموسم. مجموعة من الرجوين كانوا يطالبون بإقالته، لماذا؟
لأن الرجاء له أسلوب فرجوي احتفالي التيكي تاكا، وقالوا بأنه لا يتلائم مع الرجاء، إلا أن إصرار مكتب الرجاء مجلس إدارة الرجاء حتى وهو يتواجد خارج المغرب كان يصر على بقاء هذا المدرب كأول ألماني يصل لهذا الإنجاز في الدوري المغربي. وأيضا البراغماتية الواقعية الألمانية التي التهمت اليوم منتخب اسكتلندا، حضرت 9 جولات على التوالي ب9 انتصارات، أعني ما أقول بأنه الأرقام لا تتجمل، يعني حين يكون هناك الأرقام واضحة للمنظومة ككل كما ذكرنا موسم استثنائي للرجاء من دون أي خسارة، موسم أخضر كما ذكرت. رغم التتويج للرجاء فضل تأجيل الاحتفالات باللقب احتراما لخصمه، كيف ترى هذه المبادرة؟ في تجلياتها وتمثلها وبعدها الأخلاقي، يعني الرجاء يلبس اللون الأخضر، مولودية وجدة يلبس اللون الأخضر، وسأحيطك علما بينهم قواسم مشتركة. قبل بداية المباراة كان هناك نسبة حضور لجماهير الرجاء، فتح الملعب أمام إسرائيل جماهير الرجاء لأنها أتت بأعداد قياسية، كانت هناك درجة حرارة مرتفعة، تم تزويدهم بقارورة المياه، وعند كل هدف للرجاء كان جمهور وجدة يصفق رغم أن ناديه سيورى إلى الدوري الثاني. هذا يعكس عمق العلاقة الروح الرياضية الكبيرة جدا بين أنصار الناديين. وحدث طريف آخر، يعني طريف وغريب ومثير، أول من سجل في مرمى الرجاء في مرمى وجدة هو لاعب وجدة السابق قائدها عبد الله خفيفي، يعني أول من شيع وجدة إلى الدوري الثاني هو لاعب وجدة السابق ولم يحتفل، ومن تصيد ضربة الجزاء وكان حاسما آدم النفاتي لاعب وجدة السابق. الرجاءيون والوجديون قواسم مشتركة، اللون الأخضر، أشياء أخرى يعني حضرت. وحتى حضور الجماهير الرجاوية في ملعب وجدة الشرفي كان حضورا انسيابيا وهادئا، ولم يحتفلوا بنفس الصخب الاعتيادي تقديرا لمشاعر الوجدين، لأننا هنا لا نتحدث عن نادي عادي أستاذ، نتحدث عن مولودية وجدة، أول نادي يتوج بلقب كأس العرش في تاريخ المغرب، فارس الشرق السندباد يهوى بطريقة غريبة 15 مباراة دون انتصار أو 16 مباراة. إلى مدى إلى أي مدى استفاد الرجاء من وجهة نظرك من تراجع غريمه ومنافسه المباشر الوداد في المنافسة في هذا الموسم؟ لا، أنا لا أتحدث عن الوداد، لأن الوداد هذا الموسم كانت له وضعية خاصة، رئيسه إدارته، الوداد خرج خالي الوفيد من كافة المستويات، لم يرتبط تألق الرجاء بمستوى الوداد لأن الرجاء هذا الموسم كان مستقرا، حسم الديربي ذهابا وإيابا وحسم الديربي كأس العرش لأول مرة منذ فترة بعيدة، الرجاء يتفوق في 3 ديربيات على التوالي. الرجاء استفاد، يقولون الرجاء غالبا يقولون جملة ولازمة غريبة جدا، لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير. السطر الأخير حدث في آخر خرجتين للجيش، الجيش يخسر في أكادير، ولو تحصل على نقطة واحدة في أكادير لتوج ويتعادل في تطوان. بهذه الجملة ذكرتنا في الكلاسيكو المثير بين الرجاء والوداد، لا تقلب الصفحة حتى تقرأ الصفحة الأخير. هذا عنوان يقوله الرجاويين ومعروفون بالرومونتادا. أستاذنا كي لا تفوتنا هذه الفرصة الطيبة معكم، الرجاء لدغ من ذات الجحر 4 مرات، دع له اللقب في آخر دورة، كانوا يخشون من السيناريو الخامس، حدث معه 2002 2005 2010 و11 و2014. هذه المرة الرجاء استفاد من الدرس، وأقول مدرب ألماني بعقلية واقعية انعكست على أذهان اللاعبين، آمنوا بحظوظهم حتى الدقيقة الأخيرة، وبالتالي تتويج تاريخي لنادي تاريخي يعادل أرقام الجيش، 13 لقب خلف الوداد ب 22 لقب. سؤال أخير من استمرار المنافسة إلى الجولة الأخيرة، ترك الإفريقي عصمة أبطال إفريقيا، نعم جميل. يجب أن يكون الجيش والرجاء ممثلين للكرة المغربية بشكل قوي في عصمة الأبطال الأفريقية. جميل. استمرار المنافسة إلى الجولة الأخيرة في الدوري المغربي ماذا أضاف للدوري هذا الموسم باختصار شديد؟ منعم، هذا هو الترياق الذي أنقذ ماء وجه الدوري المغربي. هذا التشويق وهذه الإطارة التي لازمت الدوري إلى غاية المحطة الأخيرة أنقذت نسبيا ماء وجه الدوري الذي شهد برمجة غريبة جدا، ملاعب مغلقة، أندية لها لاعبون ومضربون، نزاعات بملايين الدولارات داخل وخارج أروقة اتحاد الكرة المغربي، مشاكل إقالة المدربين، تسونامي اجتاح المدربون من حيث اليوم 3 مدربون في الصدارة، ألماني مع الرجاء، تونسي مع الجيش، وتونسي معين الشعباني مع بركان. تواري المدرب المغربي أسماء كوادر الصقور، يعني الرواد غابوا، لذلك النهاية التي أثمرها الجيش والرجاء هي التي لمعت أو أنقذت ماء وجه، أنا أقولها وتحمل مسؤوليتي،
أسوأ نسخة في تاريخ الدوري المغربي وتحديدا منذ تطبيق نظام الاحتراف، مستوى جد متدني ومتوسط. جميل. والكثير من الأمور، الاحتجاجات، تظلمات، خطابات، التحكيم في قفص الاتهام، ومع ذلك لا يمكن أن ننظر إلى النصف الفارغ في فرحة الرجاويين بعيدين. لا شك. عيد الأضحى، نجدد التبريك للرجاء ولجماهيره ولعشاقه في الوطن العربي. حسم نادي الرجاء الرياضي لقب الدوري المغربي بعد تفوقه بثلاثية نظيفة على مضيفه نادي مولودية وجدة ضمن منافسات الجولة الأخيرة، في حين غادر المستضيف إلى القسم الثاني أفرح فعاليات النسور. في التقرير نتابع المزيد في تقرير مراسلنا خضر نوالي. توج نادي الرجاء البيضاوي مسار الموسم بحيازة لقب الدوري بعد تحقيقه لفوز صريح أمام نادي المولودية الوجدية في ميدان الأخير بثلاثية نظيفة. الأمر سطر سرورا كبيرا لدى القائمين على الإشراف الإداري للنسور. كان مغني اللاعبين والطاقم التقني على المجهودات ديال طوال السنة، عطين على الدعم اللامتناهي اللي قدموه لهذا المكتب هذا في هذا الموسم. المجموعة الخضراء حققت مسارا جميلا رفقة جيل جديد مصر على رفع رصيد النسور في المشهد الكروي المغربي. الحمد لله بقينا مآمنين حتى لآخر دورة، والحمد لله احنا دابا كنحصدوا داك الشيء اللي خدمنا عليه العام كامل، وكنعاود نهني عاوتاني جمهور فريق الرجاء الرجاء البيضاوي بصفة عامة. الجماهير البيضاوية التي رافقت ناديها لرحلة الوصول إلى المنبع الكبير غمرتها الأفراح. الرجاويون من كل الأطياف حققوا المطلب الأهم. هذه فرحة لا توصف، فرحة فوز بالبطولة رقم 13 كيف لا، وهذه البطولة فزنا بها واحد المشوار من دون هزيمة اللي هي سابقة في تاريخ كرة القدم الوطنية. حنا كنتأسفوا الناس ديال مولودية وجدة اللي ما قدروش يفرحوا معنا، مالوغوزمون غيطيحوا لا دوزيام ديفيزيون، ولكن هذه الكرة إن شاء الله العام الجاي غادي يكون غير خير معاهم. النسور في أعالي الدوري في إعلان مدون، ناد من دون هزيمة هذا الموسم، وهو رقم غير مسبوق حتى وإن كان ضحية العملية الأخيرة نادي المولودية الوجدية المغادر إلى القسم الرديف. فرحة رجوية في مقابل حزن المولودية. النسر عانق اللقب والسندباد غادر قسم الصفوة. الأخضر نوالي، بي سبورتس، وجدة. وعقب إخفاق الجيش الملكي في الحفاظ على اللقب رغم فوزه في الجولة الأخيرة، أعرب قائد الفريق ربيع حماد عن خيبة أمله بعد تضييع اللقب. فيما أكد المدرب التونسي نصر الدين النابي رحيله عن الفريق بنهاية الموسم. الحمد لله على الانتصار، ما علي إلا نشكر الدراري أصحابي ستاف، أي واحد اللي شارك في هذا العام هذا، يعني كان عام بالنسبة لنا اكسبسيونيل. ما علينا نشكر، نزيد نشكر الجمهور اللي حج بكشافة، يعني كتحس بواحد الافتخار انك تنتمي لهذا الفريق، يعني باش تخرج تحت صفقات ديال الجماهير وما راضين عليك العام اللي قدمتيه. ما عليك الا تزيد تشكر جميع في هذا العام، كان صعيب علينا، كنا بغينا ندوا اللقب، يعني كانت حيتيات بسيطة. قدمنا مباراة جميلة جدا وكانوا مركزين رغم صعوبة التركيز لما أنت تسمع النتيجة في المباراة الثانية. أظن استحقنا انتصار اليوم، استحقنا أيضا، كنا نستحق يعني الفوز بالبطولة. لو يعني سوف ليس المجال للتحدث عن أسباب، يعني أكثرها أسباب هي ظلم تحكيمي صراحة على مدى مباريات ضدنا وأخطاء تحكيمية جت لصالح المنافسنا، لكن لابد أن نكون رياضيين ونهني يعني نادي الرجاء على بطولته. بما أني أخفقت في البطولة فأحبذ نعطي يعني الحظ إلى زميل آخر ربما هو يفوز بالبطولة، وانا نقصد ربي يعني يشوف ان يعني ديفي جديد، يعني تجربه جديده ان شاء الله. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كيف العاده ما تنساوش لايك خلونا الراي ديالكم التعليقات، الناس مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.